طيب كلمني بقى بعد ما اتخرجت وبعد ما اشتغلت في وزارة الزراعة أو في مديرية الإصلاح الزراعي في جامعة الفيوم. في جامعة الفيوم، احكي لي بقى عن أول خطوة خدتها علشان تحقق حلمك في الفن، عشان نشوف الإبداع ده. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ابتديت رسم على الجدران، فيعني تقريبا معظم البلاد ونواحيها، حتى في المحافظة في الفيوم برضو كنت بعمل رسومات جرافيتي. على الجدران في الفلل والشقق ورحت اسكندرية برضو عملت شغل هناك في الفلل ويعني في كذا مكان. بس في الفترة الأخيرة بقى ابتديت أركز في شغل اللوحات. الفترة الأخيرة دي اللي هي بداية من إمتى؟ يعني من تقريبا من 10 سنين فاتوا كده. تمام. بس فابتديت إن أنا أتعرف، كان بداية المعرفة بتاع اللوحات كان مهرجان تونس، كان من حوالي تقريبا 5 سنين، كنت عارض من ضمن العارضين، ويعني ابتدت الفكرة تنتشر هنا.